شو هي الكاميرات اللي انت بتستخدمها في التصوير؟ ايش العدسات اللي تستخدمها في التصوير؟ ايش الكاميرات تستخدمها للفيديو؟ ايش الكاميرات تستخدمها للفوتوغرافي؟ مرحبا، يعطيكم العافية واهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. معاكم جاسر مصطفى. اليوم حبيت ان انا اجاوب سؤال اجاني كثير 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 كثير، يعني لقيت الناس مهتمة بهذا الموضوع، فحبيت ان انا اعمل فيه فيديو عشان اي حدا بيحب انه يرجع لهاي المعلومات يلاقي صار في مرجع. هذا السؤال اجاني كثير كثير كثير، فحبيت ان انا اجاوبه بشكل عام. انا مش خبير في الكاميرات 100%، مش كل الكاميرات انا بعرفها، مش كل الكاميرات تعاملت معها، لكن عندي صار بنيت خبرة جيدة بقدر اني انا ارجع لها اذا احتجت اني انا اعرف شيء عن كاميرات معينة، او اذا انا بدي استخدم كاميرات معينة فانا بقدر اني انا اتليست اقارن بين هاي الكاميرات. خلينا نشوف شو الكاميرات اللي انا طول عمري بستخدمها، او الكاميرات اللي انا بستخدمها في الفترة اللي انا مرست فيها هواية التصوير والفترة اللي بلشت فيها اعمل الفيديوز، ممكن تكون مفيدة للناس اللي قاعدة تسأل شو هم الانواع اللي انا استخدمتهم. اولا شو الكاميرات اللي استخدمتها؟ طبعا زي اي واحد ببلش اول صورة بياخدها ديفينيتلي كانت بكاميرا الموبايل تبعه. يعني انا دائما كنت لما بدي اشتري اي موبايل او اني اجدد الموبايل اللي انا بستخدمه كنت اطلع بشكل كثير كبير على موضوع الكاميرا تبع هذا الموبايل، ايش السبيكس تبع الكاميرا وايش تقدر تاخذ فوتوز، اشوف ريفيوز، احاول ان اقارن بينها وبين الموبايلات الثانيه لحتى ان اطلع بال خليني احكي الكاميرا او الموبايل اللي فيه الكاميرا اللي انا ممكن ان هي تفيدني بموضوع الهوايه اللي انا بحب ان امارسها اللي هي كانت تصوير فوتوغرافي، وكان تصوير عادي جدا. لكن في مرحله من المراحل انتقلت لاني انا عايش لحالي في بلد لحالي بعيد عن الاهل، ف كان مستوى وقت الفراغ اللي يطلع عندي في البلد اللي انا عايش فيها كبير. كنت اخلص شغل، بعطي كورسز، بس مرات كنت اخلص او ما اعطي كورسز بوقت كثير بكير، فيكون عندي وقت واسع ان اقدر امارس فيه اي هواية. فكنت امسك الموبايل اطلع اتجول اصور، بس ما كان يرضي خلينا احكي الفضول اللي عندي بان انا اوصل لمستوى منيح في الشتس اللي انا باخذهم. فانتقلت من كاميرا الموبايل للاوبشن الثاني اللي بلشت فيه، وكانت كاميرا كانون 700D. كاميرا كانون 700D وهي من كاميرات دي اس ال ار الاولى اللي انا بلشت استخدمها، وكانت كاميرا مناسبه جدا لاني انا بلشت فيها اتعلم شو الاوبشنز تبعت الكاميرات، شو الاوبشنز تبعت التصوير، ايش انواع التصوير، ايش انواع الكاميرات اللي بتستخدمها. هلا كاميرا ال 700D او الكانون 700D هي اللي استمرت معي مده سنتين لثلاث سنوات. بعديها اني انا بلشت اني اطلع اصور برا، اول شيء كنت اصور فوتوغرافي، هلا صرت اطلع برا اصور فوتوغرافي واصور فيديوز، فصار الكاميرا اتسلف كبيره، الشيكينج فيها كبير، البالانس فيها مش عالي، مش مناسبه لكل الاماكن اللي ممكن اروح فيها. فبلشت اتوجه لايش اسمه الاكشن كاميرز، والاكشن كاميرز في منها 3 تايبس. التايب الاول او النوع الاول اللي هو التشيب اكشن كاميرز، وهذا النوع لما انا جربته كان صيني او كان نوع صيني، فكان كثير رخيص وكان عليه اصلا اوفر، فكان يعني وضعه او الكواليتي تبعه كثير سيئه، شيكينج ما كان في اي كواليتي بهذا الموضوع، الفيديو الماكسيمم تبعه 1080 بكسل. يعني بشكل عام الاوفر اول اكسبيرينس مع التشيب اكشن كاميرز ما بنصح فيها حدا. سو اذا انت كنت ناوي تروح للاكشن كاميرز اكيد ما تروح مع هذا النوع. بعديها انتقلت للأفوردبل أكشن كاميرز اللي هو السعر المتوسط اللي ممكن يفيدك، وهذا صراحة بنفع للناس اللي ما بتهمهم كواليتي الفيديوز كتير. كواليتي ايمجز أكيد ما راح تعمل فيها أي فوتوغرافي، سو إذا أنت بدك تروح مع الأفوردبل أكشن كاميرز يو كان جيت إت بسعر كتير بسيط. بعديها لما أنا لاحظت إنه ما في فايدة رحت مع الجو برو هيرو 7 بلاك، وكانت صراحة كاميرا مميزة جدا، حجمها صغير، كواليتي الفيديوز فيها عالي، الاستابلايزيشن فيها كتير عالي، البالانس تبع الفيديو ما في شيكينج بالمرة، سبيشالي في موضوع التصوير في الإضاءة النهارية أو في الإضاءة الطبيعية النهارية أو في الأماكن الاندور اللي فيها الإضاءة كثير جيدة. هلا السيئة الوحيدة او السيئات خلينا نحكي الثلاثة اللي لقيتها في الاكشن او في الجو برو عفوا اللي انا اشتريتها، اول شيء انه الاكسسوارز مش متوفر بشكل كبير، وسعر الاكسسوارز كثير عالي بالنسبة للكاميرات او بالنسبة للكاميرا اتسلف. طبعا سعر الكاميرا مش قليل، تصويرها الليلي صراحة من اسوأ الخصائص الموجودة فيها مقارنة بغيرها. طبعا تصوير ليلي جيد، لكن في الكاميرا اتسلف من انا عم بلاقي هاي الكواليتي في النهار، فلا انا كنت بدي كواليتي كثير اعلى في الليل. تصويرها من ناحية الفيديوز من ناحية الفوتوغرافي
كثير جيد وكثير ممتاز، فكان اوبشن لهلا عم بستخدمه اذا انا طلعت اصور اوتدور وبدي مثلا فيلد واسع وبدي كاميرا صغيره وما بدي احمل كاميرا دي اس ال ار، لانه في اصلا اماكن ممنوع فيها تصور بالدي اس ال ار، فانت بتقدر تستخدم الجو برو سبيشالي في الاندور. الفيلد اوف فيو بيكون كثير صغير وانت ما بدك تتحرك وانت حامل كاميرا وجيمبل وبلا بلا بلا، لا انت بدك تتحرك وانت حامل هالجو برو. هي حجمها بالضبط هيك، هي هيها اساسا، هذه فعليا الجو برو، هذا هو الحجم تبعها، وهي جوا الكيس الستيل، واذا فكيتها خلينا اسويها هيك، فهي فعليا 1 second، فهي فعليا هاي هي الكاميرا، هذه هي الجو برو. ففعليا هاي الكاميرا صراحة بحجمها هاد يعني الفائدة تبعتها هائلة جدا، والكواليتي تبعتها هائلة جدا، وفي من الفيديوز اللي نزلتهم باي ذا واي على اليوتيوب كانت ملتقطة او مأخوذة او مسجلة في الجو برو، والتصوير الفوتوغرافي تبعها صراحة من التصوير اللي كثير بشوفه مميز. هلا بعد الجو برو يعني فترة شوي صغيرة او مش متذكر الفترة صراحة قد ايه كانت، لكن انتقلت من خلينا احكي الكروب سنسور تبع الدي اس ال ار اللي هي الكانون 700 دي، انتقلت للفول فريم كاميرز، وكنت رحت مع الكانون 6 دي مارك 2. كاميرا صراحة بشوفها كثير سفاحة باحتياجي وزيادة، وبستخدمها سواء بالتصوير الفوتوغرافي او بستخدمها بالتصوير الفيديو، وهذا الفيديو اللي انا هلا عم بشتغل عليه هو على تسجيل الكاميرا 6 دي مارك 2. هلا بعد ما حكيت شو الكاميرات اللي انا بستخدمهم، طبعا ديفينتلي استخدمت كاميرات اصدقاء لي كثير، نيكون ساني وات ايفر، استخدمت اكثر من نوع، لكن انا عم بحكي اللي هم اساسا موجودين معي دائما واللي انا بستخدمهم بكل الاماكن اللي انا بروح فيها. هلا الاهم ان انا احكي لك ايش الكاميرا اللي بستخدمها، ديفينتلي لازم تكون عارف ايش اللينس اللي انا بستخدمه. كمان بستخدم عدسات، هاي العدسات هي اللي بتساعد كثير في التصوير، اللي بتعطيك ابيليتي انك انت توصل لكواليتي منيحه من ناحيه الاضاءه، من ناحيه الفوكس، من ناحيه ايش الان فوكس ايش الاوت فوكس، يعني في خصائص كثير مهمة. ما راح احكي عن الخصائص، لكن راح احكي عن ايش انواع اللينسز او اللينس او العدسات اللي انا استخدمتهم. اول واحدة ديفينيت اللي كانت مع ال 700 دي اللي هي كانت الكانون الستاندرد ال 18-55، وهي كانت لينس مناسبة لبداية الاستخدام، انك انت عندك ابيليتي انك انت تستخدمها، تقدر تستخدمها البورتري، تقدر تستخدم اللانسكيب، اكثر من نوع من انواع التصوير. الابرتشر فيها مش جدا قوي او مش جدا منافس، لكنها كانت تقدر تستخدمها وتعطيك صور جيده ومرات ممتازه تكون. بعد اللينس 18-55 دايركت رحت على اللينس، لينس الكانون ماكرو لينس اي اف اي اس يو اس ام 100 ملم الاف 2.8. هذه اللينس كانت من صراحة العدسات المميزة اللي بتستخدمها، بتقدر تصور فيها سواء البورتري، وتقدر تصور فيها الماكرو فوتوغرافي، واللي بتقدر تاخذ فيها يعني شوتات جدا مميزة. راح احاول في الفيديو هلا ابين ايش الصور اللي ممكن اكون اخذتها بهاي اللينس، حتعطيك بوكيه كتير مرتب، وحتعطيك ability انك انت تعمل عملية عزل جدا جيدة بين ال subject وال environment اللي حواليه. خليني احكي ايش اللي in focus وايش اللي out of focus، وتعطيك صراحة صورة مميزة. بعد اللينس ال 100 ملم الماكرو انتقلت للينس البورتري كانون 50 ملم f1.4 اللي كانت تعطيك ability انك انت تاخذ صور بورتري كثير مرتبه، اذا كان في عندك لو لايت او الفوتوغرافي باللو لايت، فانت عندك ability انك انت تجمع اضاءه كثير احسن، بنفس الوقت ما يكون الشتر سبيد كثير بطيء، فانت تخلص من موضوع الشيكينج والبليرنج او الموشن بلير. سو انت عندك ability انك تتعامل مع هاي اللينس بطريقه كثير جيده وتعطيك ريزلتس كثير ممتازه. وباي ذا واي هذه اللينس انا عم بستخدمها هلا في الريكوردينج على الفيديو، حتعطيني ability في الاندور باللو لايت اني انا اخذ اضاءه نوعا ما جيده حسب الاضاءه اللي حواليها، وتعطيني ability ان انا اخذ عمليه عزل بين ان اند اوت، نير وفار او كلوز وفار، تعطيني اياها بالصوره اللي هلا راح تشوفها مع بعض. يعني اذا انا مثلا قربت شوي على الفيديو راح الاحظ عمليه الفصل بين الان والاوت عمليه كثير ممتازه، بلاحظ كيف هلا الفور جراوند والباك جراوند اللي وراي كيف عمليه الفصل اللي بينهم. طبعا هذا اللي بيقوم فيها
اللينس طبعا مع الكاميرا كمان، بس اللينس تعطيني ابيليتي ان انا اخذ الريزلتس هاي وتساعدني ان انا اوصل لها بطريقه كثير مميزه. طبعا بعد اللينس البورتري انتقلت لللينس الوايد لينس اللي كانت 10 18 ملم وكانت جدا مناسبه لحتى اخذ صور لاندسكيب او صور انا بدي الفيلد اوف فيو يكون كثير عريض سواء كنت اندور او كنت اوتدور. لكن اللي كان مش مميز فيها اللي هو الابرتشر، اللي انا ما كنت اقدر ان انا احصل على اضاءه عاليه في الاماكن اللي بيكون فيها لو لايت او في الاوقات اللي بيكون فيها اللو لايت، لانه اللينس اتسل ما عم بتساعدني ان اخذ اضاءه عاليه، فبضطر اني انا ابطئ الشتر سبيد او ارفع الايزو، اما ان انا اخذ نويز اكثر او انه يطلع عندي بلاير في الشوت. سو الموضوع مش سهل التحكم فيه، لكن مع الممارسه اكيد بتكون الامور اسهل. بعد اللينس الوايد تقلت اللينس الكانون 70 300 ملم F4 up to 5 F4 to 5.6 هذا بالنسبة للأبريتشر IS USM 2. طبعا هي في منها 2 فيرجن، فيرجن أوريجينال والفيرجن الثاني، فأنا كان معي اللينس الثاني فكانت تعطيني أبيليتي إن أنا أعمل زوم على الأشياء البعيدة ديفينيتلي سنسيتس بتوين 70 لا أو بين 70 ل 300، سو حتعطيك أبيليتي إنك أنت تاخذ بورتري، حتعطيك ability انك انت تاخذ الزوم على الاوبجكتس اللي بعيده، زي اذا بدك تصور مثلا القمر زي ما بنشوف الصوره اللي هلا طلعت على السكرين، اذا بدك تصور البورتري زي ما بنشوف برضو على الصوره اللي طلعت في السكرين، وغيرها كثير من الصور اللي انت ممكن تاخذهم. ممكن تاخذ فيها لاندسكيب في اماكن كثير كبيره زي الصوره برضو اللي عم بنشوفها على السكرين. هيك انا بكون حكيت عن انواع الكاميرات وانواع العدسات اللي انا كنت عم بستخدمها خلال الفتره الماضيه، واللي من خلال هذا الفيديو جاوبت على سؤال انك انت شو العدسات اللي بتستخدمها او شو الكاميرات اللي بتستخدمها. طبعا كثير مهم ان انا اعرف شو الاكسسوارز اللي بدي اياها سواء لتصوير الفيديو او تصوير الفوتوغرافي، سواء من لايتس من فلاش من مايكروفون من الاشياء اللي بتدعم عمليات تصوير الانترنت. يا ما راح ادخل في الاكسسوارز لانه مش موضوعنا، لكن بهذا الفيديو كان الهدف ان انا اجاوب سؤال ايش الكاميرات اللي بتستخدمها سواء للفيديو او للفوتوغرافي. بترككم مع سامبلز من خلينا احكي الصور اللي اخذتها سواء بالكاميرات اللي كانت موجودة أو مع اللينسز اللي كانت موجودة. إن شاء الله أكون فدتكم، إن شاء الله أكون أعطيت إجابة للأسئلة اللي بدي إياها. شكرا لكم ويعطيكم ألف ألف عافية.